الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هو في الحقيقة قد طعن في أربعة أشياء. كإزاي من رأس نام لازم بتش رأس من كاس كنير الصحابة رمر مر نبوة دي الفن رأس زابط أنا كيف تيجي؟ أولا قد طعن في الله الذي يسب الصحابة هو في الحقيقة يسب الرب سبحانه وتعالى. قولون تنين يريو زي منوبا نا منو تنراسي أمير الصحابة دي إفن منوبا من الله سبحانه وتعالى نا منو تنراسي أمير الله لأن الله رضي عنهم ستي الله سبحانه وتعالى إفن نكسي تكدير الصحابة وأمر بمحبتهم آري نمي تنسيك نمي دسيك بحكتي أمير الصحابة والدعاء لهم آري نمي رجسيك بحكتي الدعاء أمير الصحابة وأن لا نبغضهم آري سميلا ما كحال أمير الصحابة الثاني طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يسب الصحابة هو في الحقيقة قد سب النبي عليه الصلاة والسلام. فرومنا ركن زيا يفنا نوبا أن يفنا نيس رب السلام أنا نمكثي نراسا أن يفنا زي ما نمكثي نراسا من الصحابة. سأسي فنا رب السلام إيفا نزار سكن زي زبطوزين. لماذا؟ سأسي لأن المرأة على دين خليل. سأسي وزيزي في منكرية دي منارة ميفيون زي روتية سكاي زي فنان زي تنبين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يرو وقنا ربي أن فنان صلى الله عليه وسلم يرو الصحابة فإذا كنا نسب الصحابة هذا في الحقيقة سب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنهم وقال لا تسبوا أصحابي أوجد المسؤول أن ترى مرور نعم من الدين راس من الصحابة ما زف وظيفة من الدين راس من فمنان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فمنان رسول سكت من فمنان رسول الصحابة أرزينا كم فمنان دين لا تسب الأصحاب أزر كائن رسول أزر كم الدين راس من الصحابة نعم رسول ثالثا الذي يطعن في الصحابة رضي الله عليهم قد طعن في دين في دين الله في الشريعة. لماذا؟ من نقل لنا الدين؟ الصحابة رضي الله عليهم. الصحابة الإسلام. وإذا كنا نطعن في الصحابة معنى هذا أن نقل لنا الإسلام من طريق غير صحيح. روجا كاتسيك زن مموبا نا منو تنراسي من الصحابة مزبوص بول الاسر تكني زن فانا كنتان جوان لفنون الاسلام مستقل زن سعر كنتو كنويس الرابع طعن في الصحابة آري بفايفة ديا مموبا من الصحابة ومعك نزن إذا الذي يتكلم في الصحابة رضي الله عليهم فقد طعن في الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في دين الله وطعن في الصحابة. كروتة كمشور نبارة من نموبة أن يرو الصحابة دي إفن نموبة أن فمنا نسوه السلام إفن نموبة الله نموبة لفين الإسلام آري نموبة أن يرو الصحابة بعمل. نعم.